ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده. معانا النهارده لعبه مختلفه جدا اسمها ذا هونج كونج ماسكر. اللعبه دي انا اسف في ده فيديو فعجبتني يعني فقلت لازم اجربها، لان زي ما انتم عارفين انا بحب الالعاب دايما الجديده الغريبه، لان للاسف الاستوديوهات الكبيره دلوقتي المفروض لما بيعملوا الوان ضخمه بدأوا ما عندش عندهم الحس بتاع زمان. يعني للأسف بقى كل دلوقتي الموضوع كله بقى سبوبة، كله عاوز يعمل باتل رويال، كله بقى ما عادش بيركزوا في الألعاب القصص زي زمان. طبعا في عناوين معروفة طبعا لسه مستمرة زي ما هي، بس معظم ما عادش فيه إبداع زمان، يعني أنا شايف كده للأسف يعني. بس جبت اللعبة النهاردة وقلت لازم نجربها ورب تعجبكم. يعني هي لعبة مختلفة، يعني مش عارف بالظبط. يعني هو باين من الاسم اصلا والدخلة اللي هو بص مجزرة، فعلا مجزرة هتحصل حرفيا. اوكي فور دايز قبل 4 ايام. اوكي Welcome back. I have been waiting for you. أهلاً. كنت منتظرك. ماشي. لسه بتشرب. Here we go for all. مش عارف ايه. الأوقات دي رجعت تاني. Got all the information about the ايه. جبت لك كل المعلومات عن ال عن الرصين التنين اللي مستخبيين اللي انت عايزهم قصدي. انا اعتقد انك لازم تبدا ترجع تو ذا تي هاوس، ترجع لبيت الشاي. اوكي اي ويش يو جود لك، اتمنى لك حظ سعيد. طيب من قلبك يا اسطى، من قلبك. فضلت احنا رايحين للتي هاوس. شكله مغيب خالص. ايه فريسكي؟ ايوه التيم ده يا جماعه اللي عامل اللعبه دي. في فيديو منتشر للايام دي عن لعبه عاملها فيها نفس ستايل ماكس بين كده بس بشكل دموي، بس اللعبه عظيمه. انا باذن الله المره الجايه هنزل الفيديو ده على القناه عشان تشوفوه. بس اللعبة ايه ده؟ يخرب بيت كده بجد، يعني اللعبة عظمة. ما عارف اللي هو ماكس بين بتحس انها واقعية قوي، ماكس بين على برايت ميموري كده، ده الاتنين داخلين في بعض. لا يعني يا ريت يكملوا فيها ويجيبوا اللعبة دي. طبعا انا معايا اسلحة بس دلوقتي هبدأ بالمسدس. اوكي مش مشكلة علي. ايوه اوكي يلا اوف. ولا اقسم بالله جامده. طب ده سلاح. اوكي ماشي. ايه ده انا موت. طب اوكي ده تقريبا من ضربه واحده بتموت يعني ولا ايه؟ ارجع يا كلب. ايوه السلاح برضه. اوكي اوه شيت، شو السلو موشن؟ ايه حته ماكس بين ايه من اللي هي. والله اللعبه دي وحشتنا يا جماعه. ماكس بين 3. اوكي دي لسه تقريبا اول واحده بيسخنونا تقريبا يعني. ده مين ده؟ ايوه ده بيفتكر تقريبا حد موت مراته تقريبا. باي يا برو.
لا لا صعب قوي حوار ال تعالى يلا جود باي. اوبا بطاطا القط. استنى 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 حتى ابوك يستنى. اوو بوم في وشك. جود جوب. اوكي اوكي تعالى حبيبي تعالى برو. تعالى كده تعالى كده. لا خلاص بقى خلاص بقى انا نقعد بقى الفريق طول الليل. فين الاخ اللي هنا؟ تعالى تعالى كده تعالى. بتعمل ايه؟ كده عيب. اوكي ده في هنا واحد في هنا اتنين. لا 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 بس خلاص بيتشز يا ابن التيت. ولا بوم. لا اوف في اخر لحظة اقسم بالله. بنهزر؟ لا 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 اوعى تموت اوعى تموت اوعى تموت. عدي 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 عدي. بوم في وشك مذفكر. لعبة جامدة والله. يا صعبة شوية. لاني من طلقة واحدة بس بتموت. طلقة واحدة. ايه ده ايه ده؟ دونت تاتش. بص يا برنس. بس كده. حسيت بحاجة؟ ولا أي حاجة. اوكي ايوه ايه ده يا بيبي ايه ده يا بيبي. كبر كده فكبر. اوكي بوم بوم. استنى استنى هو اكون في حد هنا مش هتطلع فيلا برو. انت فين يا برو؟ ينفع نطلع هنا؟ يا خرابي على الجمدان. اوف اقسم بالله كنت عامل بوس كنت عامل ليفل جامد. اوكي 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 تعمل ايه؟ ايه ده؟ اوكي جماعة انا جيت
خلاص بقى. برو يا برو في حد هنا؟ كان في حد هنا. لا خلاص قلناه. طب هنا ايه؟ ولا تعمل ايه يا بيبي؟ نو خلاص بقى يا عم بقى يا حلاوة. شو الجن وجمال شو الجن يا جماعة؟ بس اهدى تعمل ايه؟ اوووه تعالى تاني. مع السلامة. طب نط ليه؟ ما تنطش يا حبيبي ما تنطش ممنوع. بتعمل ايه؟ انت عاوز تغفلني يلا؟ مهزق. لف كده لف سربرايز. تعال انجز يلا برضه. بس خلاص ادينا ايش. اوكي ناخد الشوتجن. لف كده لف تعال. بوم تيك دي. لا انا بس اللي بنط تبقاش نط. بوم يا غراشي دبل بوم تعالى انت كنت ينفع تاني موت ولا لسه؟ ابن الكلب ماتشي. عشان يركم الشوط لازم عشان يركم لازم با تعال بام. ده باب بو يا ابني التيت. ولكن اعملها ابن الذين هيموتني. انت رحت فين؟ ما تجريش دلوقتي. تعالى كده ما تجريش تعالى. ولا انت جننت يلا. راح فين؟ ده جاري. تجريش. على الاخ اللي ده بس تعال من هنا بوم
تعمل ايه يا بيبي؟ ما تجريش يا بيبي، انا بس اللي بجري هنا. تعال تعال. ياو. هدينا الاول. يلا مين؟ تعال يا بيبي. انا لف لك. استنى استنى. واو. طب بص. ام يا ابن ال... ما جاتش فيه يا ابن الذين. ده ورا البتاع، ورا الباب ده. بوم. لا لا، خد دي خد دي. اخر واحده تقريبا. تعال. بوم. سلم لي يا الشهداء اللي معاك. مع السلامه. هلا تهزروا. استنى لو كلب تعرفش. استنى ابن اللعيبة. تاني تاني. خد خد تاني. اوكي. انا مغتش المرة دي. واحد قدامي. اوكي. خد دي. تعالي فيه بقى. يلا. هو حسن. لا اكيد قابل حد هنا. مش عايز. يلا يا اجي يا ابنيل. خد هنا. كده مات. لا 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 لا. اوه اقسم بالله بعجوبه. استنى انا باخد رصاصي. يلا خد دي. استنى 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 يا ابن اللط. اركن انت دلوقتي. المفروض ما اقربش كده. ادي لنفسك مسافه، ادي لنفسك مسافه عشان تاخد ام الفادي. ايه ده؟ ده التاني كان فيه اكتر يا عم. بوم. بوم. جود باي بيتش. بس ده التصميم، التصميم بتاع البسكويت عاملينه كويس والله. ايوه. قتلوا مراته. بفكرني ماكس بين جدا. طب دي كده، دي كده اول ستيج خلصت. دي اول مرحله خلصت. توداي النهارده. اوكي. اوكي.
اوكي هيبدأ مرحلة جديدة. اوكي 3 days left. اوكي تقريبا هيفضل كده لحد اخر ربع يوم. اوكي يا رب تكون اللعبة عجبتكم. ان شاء الله هنكملها المرة الجاية، هنخلصها بإذن الله. اللعبة جميلة جدا والله، يعني حاولوا دايما يا جماعة تجربوا ألعاب مختلفة، والله بتلاقوا حاجات جميلة جدا جدا جدا. يعني أنا الألعاب التقليدية بتلاقي ناس لسه طالعة بتقدم أفكار جديدة جميلة، يعني عارف عاوزين يبانوا وبينجحوا على فكرة. يعني اللعبة دي كانت اتشهرت على فكرة، يعني ناس كتير لعبتها، بس للأسف معظم الكرام بتلعب الألعاب المشهورة بس. بس أنا دايما بحاول أجرب جميع الألعاب يعني المشهورة والمغمورة زي دي. بس يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، اشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.